السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنكمل مجموعة الفيديوهات اللي بدأناها المرة اللي فاتت، سلسلة تجهيزات رمضان او التجهيزات الشهرية، التفريزات اللي ممكن نستخدمها كل شهر مش ضروري قبل رمضان. المرة اللي فاتت بدأنا باللحوم وعملنا 5 تتبيلات مختلفة للحوم. لو لسه ما شفتوش الفيديو هتلاقوا اللينك بتاعه في صندوق الوصف وكمان هيظهر في نهاية الفيديو ده. النهاردة بقى هنكمل بالفراخ، هنعمل 6 وصفات مختلفة او 6 تتبيلات مختلفة للفراخ. اول تتبيله معانا هتكون الفراخ البروست، هتطلع احلى من كنتاكي بكتير. تاني نوع هي حبيبه الام المصريه، وهي الفراخ البانيه واللي ما نقدرش نستغنى عنها ابدا. وكمان هنعمل من نفس تقطيعه الفراخ نوعين او صنفين مختلفين، فراخ الفاهيتا المكسيكان، وكمان هنعمل فراخ اسيويه بالصويا صوص، وهنعمل فراخ تكه، ودي برضو هتنفعنا لوصفتين. ممكن نعملها في مشوية شيش طاووق، او كمان ان احنا نستخدمها للفراخ الهندي تشيكن باتر. هنعمل كمان الدونر التركي او الشاورما التركي. ويا رب ان شاء الله الوصفات النهاردة تكون مفيدة ليكم وتعجبكم، ويلا بينا نبدأ مع بعض. هنبدأ بالفراخ البروست، واللي انا نقعيها في المحلول الملحي لمدة يوم، على الاقل ننقعها مدة 2 ساعة. ولو حابين تشوفوا انا نقعتها ازاي راجعوا الفيديو اللي فات بتاع غسل الفراخ، هتلاقوا اللينك بتاعه هيظهر قدامكم، كمان هيبقى موجود في صندوق الوصف. التوابل اللي هنحتاجها النهاردة للتتبيل فرختين هتكون 3 معالق ملح. انا هعملهم لفرختين ال3 معالق، يعني الفرخة الواحدة هتحتاج 1.5 معلقة صغيرة من الملح، عشان انا لسه هحط ملح تاني على التتبيلة اللي هتبقى بالدقيق اللي هنغلف بيها الفراخ من بره. كمان استخدمت 1 معلقة صغيرة من السماق، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، ومعلقتين بابريكا. هحتاج لبن رايب 400 ملي. هفضي كل اللبن رايب بعد ما اركه في الكيس بتاعي للتتبيل. زي ما انتوا شايفين انا قلب الكيس على برة عشان خاطر لما اجي احط فيه الفراخ ما اوسخوش من برة. هحط التتبيلة كلها جوه الكيس زي ما هنشوف دلوقتي. انا حطيت علبة اللبن الرايب كلها. كمان هستخدم حوالي 2 كبار او 1/4 كوباية من المسترد. هحتاج لكل فرخة 1 معلقة صغيرة من عصير الليمون، دول 2 معلقة صغيرة. وهقلب الخليط كده مع بعض كويس قبل ما احط بقية التوابل، وهضيف التوابل بتاعتي كلها كده بعد ما اقلبها شوية، اضيفها على الخليط السائل ده، وهبدأ ان انا امزجهم كويس مع بعض او اقلبهم كويس مع بعض قبل ما احط فيهم الفراخ، عشان تكون كل الخليط السائل فيه كل التوابل، ما يبقاش فيه حاجة متجمعة في مكان وحاجة لأ، يبقى كل الفراخ تاخد من كل التوابل زي بعض. هبدأ دلوقتي بقى اخد الفراخ بتاعتي من محلول النقع واحطها في التتبيلة. لو تلاحظوا معايا كده ان الفراخ لونها كأنه داخل في السوى، وده اصلا الهدف من محلول النقع ده. وكمان كل ما مدة النقع هتكون كافية، كل ما ده هيساعد على ان الفراخ تكون طرية اكتر وتستوي بشكل افضل، لان احنا هنقليها بس مش هنسلقها، يعني مش هتدخل في مرحلة سلق قبلها، هي هتعتمد على القلي. ففكرة النقع ده بتساعد على ان الفراخ تكون التسوية بتاعتها مظبوطة جدا وتطلع طرية. في الفيديو اللي فات كمان احنا وضحنا الطريقة المظبوطة والصحية والآمنة ان احنا نغسل بيها الفراخ. لو حابين ان انتوا ما شفتوش الفيديو حابين تراجعوا الطريقة، هتلاقوا اللينك في صندوق الوصف. بين كل مجموعة من القطع وانا بحطها ببدأ ان انا اقلب الفراخ في التتبيلة عشان اساعد ان الفراخ تشرب التتبيلة احسن، لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. بعد كده هبدأ ان انا اقفل الكيس، ومش هخرج منه الهواء عشان اعرف ان انا ارج الكيس بالفراخ والتتبيلة كويس. وبعد ما اتأكد ان كل الفراخ اخدت من التتبيلة حلو، هبتدي ان انا اخرج الهواء من الكيس، وكده يكون الكيس جاهز معايا للتفريز. واحتياطي بروح حطاه في كيس تاني عشان خاطر اتأكد بس ان مفيش اي حاجة هتطلع من الكيس اثناء ما هو بيتفرز اي سائل من التتبيلة ده. وبعد كده هحط الاسم، هكتب الاسم بتاع الوصفة او بتاع التتبيلة على الكيس، عشان خاطر لما اجي اطلعه بعد كده من الفريزر ابقى عارفة الكيس ده بتاع ايه، ما يتوهش مني في الفريزر. وبكده نكون خلصنا اول تتبيلة، ونشوف بقى البانيه.
هحتاج لتتبيل 1 كيلو من البانيه، علبة زبادي، ومعلقتين صغيرين من المستردة، وكمان هحتاج معلقة صغيرة من عصير الليمون. التوابل هحتاج معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، رشة من السماق، ورشة حبهان باودر، معلقة صغيرة بابريكا، ورشة من الثوم الباودر، ومعلقتين صغيرين من البصل البودر. لو حابين تستخدموا بصل في التتبيلة دي ده يعني يرجع لذوقكم. انا بحب استخدم البصل البودر في تتبيلة البني عن البصل العادي. وهبدأ اقلب الخليط بتاعي كويس، وهحط قطع الفراخ في البولة، مش هعملها في الكيس زي الفراخ البروست، وده عشان التتبيلة بتاعتي دي سميكة شوية مش سايلة زي تتبيلة البروست، فكده الفراخ انا هعرف اتحكم فيها اكتر ان انا اخليها تتبل كويس. بعد ما اخلص كمية الفراخ بتاعتي كلها هغلف البولة وهشيلها في التلاجة لمدة ساعتين قبل ما ابدأ احط عليها التغليفة الخارجية بتاعت الباني. دلوقتي انا معايا 2 كيلو من الفراخ المقطعة شرايح، هاخد نصها للفراخ الاسيوي والنص التاني هاخده للفراخ المكسيكان. الفراخ الاسيوي هعملها مع رز اصفر، وهعمل معاها شرايح كرومب كده، وجزر، وبصل، وفلفل الوان. الفراخ المكسيكان هعملها الفاهيتا مع فلفل وبصل، وممكن تحط معاها بقى شطة، نعمل معاها فاصوليا وذرة، جواكمولي، سلطة جواكمولي، ونعملها مع العيش التورتيه. وان شاء الله انا هنزل لكم فيديوهات بتسوية الوصفات دي. في نفس البولة اللي كنت عاملة فيها تتبيلة الفراخ هبدأ بالفراخ الفاهيتا، وهحط معلقتين من صلصة الطماطم، وكمان هحط عليهم معلقة من عصير الليمون. التوابل اللي هحتاجها معلقتين من البابريكا، معلقة من الجنزبيل باودر، معلقة ونص من الملح، ورشة من الثوم الباودر، نص معلقة فلفل اسود، ورشة من الشطة، ورشة من الكزبرة، وكمان هحتاج معلقة ونص من الكمون. هاخد التوابل دي كلها وانزلها عندي على الصلصة والليمون، وكمان هحتاج معلقة كبيرة من الزيت، وهبدأ اخلط كل التتبيلة مع بعض. بعد كده عشان اقسم الفراخ بالنص، يا اما احط البولة على ميزان واصفر الميزان وابدأ ان انا اوزن كيلو، او ان انتم تقسموها كده بالنظر، دي حاجة ترجع لرغبتكم او حسب تفضيلكم. بعد ما بخلط الفراخ كويس في التتبيلة هجيب علبة من العلب البلاستيك اللي بتستخدم لمرة واحدة، وهبدأ ان انا احط فيها الفراخ بتاعتي، وبعد كده هكتب عليها من بره اسم الصنف بتاعي عشان خاطر لما اجي اخده من الفريزر ابقى عارفة انا باخد ايه، وبكده يكون الفاهيتا معايا جاهزة. وفي نفس البولة هبدأ الفراخ الاسيوي بتاعتي، معايا معلقة من الجنزبيل البودر، انا حاطة معلقة بس عشان وانا بسويها هحط جنزبيل فريش، لو مش هتحطوا جنزبيل فريش حطوا معلقتين، كمان معلقتين بابريكا، معلقة صغيرة من بودرة الثوم، ونص معلقة من الفلفل الاسود، على نص كوباية من الصويا صوص. انا ما حطيتش ملح، هكتفي بالصويا صوص، ووقت التسوية لو حسيت ان هي محتاجة ملح زيادة هزود لها مع التسوية. وبس كده التتبيلة هتكون خلصت معايا، تتبيلة بسيطة وسهلة خالص مفيهاش اي حاجة. هقلب التتبيلة بتاعتي وبعدين هبدأ انزل فيها قطع الفراخ، وهقلب الفراخ بتاعتي كويس قوي لحد ما تمتزج في التتبيلة حلو. وهجيب برضو علبة من العلب اللي بتستخدم مرة واحدة، وهبدأ احط فيها الكمية بتاعتي، وزي المرة اللي فاتت بعد ما احط كمية الفراخ هكتب عليها اسم الصنف بتاعي او التتبيلة بتاعتي عشان اعرف اطلعها من الفريزر لما احتاجها. وبكده نكون شفنا مع بعض من نفس تقطيعة الفراخ عملنا ازاي صنفين مختلفين تماما، ممكن نعملهم في وجبتين ملهمش اي علاقة ببعض. يلا بقى نشوف الوصفة اللي جاية. ولتتبيلة الدونة هبدأ ان انا بسكينة رفيعة افتح الصدور المخلية على قد ما اقدر، افتحها تكون رفيعة خالص، والجزء اللي بيكون فيليه كده من الجنب باخده بقطعه للوصفات اللي هي فيها الفاهيتا والفراخ الاسيوي. انا عملتها من الجزء ده، يعني كل الصدور الفراخ اللي كانت عندي
اخدت الجزء ده واستخدمته للفراخ المتقطعة شرايح صغيرة، سواء في وصفة الدونر او في وصفة كمان الفراخ البانيه. بعد ما اتبقى بقى الجزء ده عندي على بعضه، هبدأ ان انا اخد بالسكينة بتاعتي وافتحه بالنص، بس مش هوصل للاخر من الجنب، الجنب اللي هو من بره انا مش هوصل بالسكينة للاخر. طبعا بستخدم السكينة تكون معايا رفيعة عشان اعرف ان انا افتح الفراخ كويس من غير ما اقطعها جامد. النصل بتاع السكينة بتاعي زي ما انتوا شايفين رفيع وطويل، وكمان تكون السكينة حامية. زي ما انتوا شايفين انا فتحت كده الصدر اللي في ايدي كده كأنه يعني زي الكتاب. لو لقيت في اي جنب فيه جزء كده يكون تخين هبدأ ان انا اشيله، عشان انا محتاجة تكون الفراخ معايا الشرايح بتاعتها رفيعة جدا، فبقى رفيع. وبعد كده هبدأ ان انا ايه اشرحه كده او اشرطه، اعمل فيه شرط، وده هيفيدني في انه يشرب التتبيلة بتاعتي اللي انا هعملها كويس اوي. وهكرر العملية لحد ما اخلص كل القطع عندي تكون بالشكل ده رفيعة زي ما احنا شايفين، على قد ما نقدر تكون رفيعة قوي. هبدأ دلوقتي بدونر الفراخ. هعمل الأول مية بصل، هحتاج مية بصل. أي وصفة بنحتاج فيها مية بصل، أحسن بصل نستخدمه هو البصل الأبيض عشان المية فيه بتكون كتير، ف بيديني كمية كويسة. غير البصل الأحمر المية فيه بتكون أقل. طبعا لما بعصر البصل كده انا ممكن بشيل بقى الباقي البصل ده في الفريزر وبستخدمه في اكلة تانية، مش برميه، ممكن استخدمه في اي اكلة فيها طبخ على النار، وهوضح لكم بالتفصيل في الفيديو الخاص بتفريز الخضار الطريقة بتاعة تفريز البصل. انا مش هحتاج كميه كبيره قوي من الميه، انا محتاجه بس ايه الميه بتاعت بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين لو ما عنديش بصله كبيره، يعني الكميه دي اعتقد كفايه كده. هي لسه البصل ده فيه ميه بس انا مش محتاجه الكميه كلها. هحتاج مع ميه البصل معلقتين من الزبادي. انا عشان هعمل كذا وصفة زبادي كذا وصفة فراخ النهاردة، فهحتاج كمية زبادي للتتبيلة، ففضيت الزبادي كده في بولة وقلبتها عشان خاطر ما تقطعش معايا. هحتاج كمان معلقة من معجون الطماطم، انا ضايفة عليه شوية عصير طماطم من اللي هي المركزة. وهحتاج حوالي معلقة صغيرة من الليمون، هحتاج نص كوباية زيت. بالنسبة للتوابل معايا هحتاج معلقة صغيرة من الملح، رشة حبهان، ورشة بهار تكة أو توابل فراخ لو بهارات تكة مش متوفرة عندي، رشة كمون ورشة كزبرة ورشة سماق ورشة زعتر ومعلقة صغيرة من الجنزبيل، معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة جنزبيل بودر، ورشة من الثوم البودر، ورشة من البصل البودر، ورشة شطة. هاخد التوابل دي كلها وهنزلها على الفراخ بتاعتي. بعد كده هخلط التتبيلة بتاعتي كويس جدا، وهبدأ ان انا اضيف فيها الفراخ، واتأكد وانا بضيف الفراخ ان هي بتتشرب من التتبيلة كويس. كل قطعة بحطها زي ما انا قلت لكم في التقطيع ان هي لازم تكون رفيعة، واكون مشرطاها كده عشان خاطر التتبيلة تدخل جواها. انا شفت الوصفة دي في فيديو تركي وبصراحة عجبتني جدا وحبيت اجربها، حسيتها كده هتطلع ظريفة جدا وهتطلع اقرب نتيجة للشاورما اللي احنا بناكلها من بره. بعد ما بخلص كل كمية الفراخ وبتأكد ان هي خلاص كلها اتشربت التتبيلة، هغطيها وهسيبها على الاقل 3 ساعات عشان خاطر تشرب الطعم كويس جدا قبل ما ابدأ اشكلها في شكل الرول. عبال ما الفراخ بتاعتي تقعد في التتبيلة في التلاجة 3 ساعات هكون انا خلصت التتبيلات التانية، يعني اشتغلت في التتبيلات التانية.
انا دلوقتي عدى على تتبيلة الفراخ البانيه اللي انا سايباها في التلاجة حوالي ساعتين، فهبدأ اشتغل على التغطية الخارجية بتاعتها، الطبقة اللي من بره. بحط في طبق حوالي كوباية من الدقيق، ده هيكون للتغطية الخارجية اللي هي خليط الدقيق والبقسماط والفيجيتار. وفي علبة تانية او في طبق تاني هحط حوالي نص كوباية من الدقيق، ودي هتكون بديل لخليط البيض، الخلطة اللي انا هعملها دي الخلطة السايلة. هضيف معلقة من البيكنج باودر على خليط الدقيق، وده هيساعد على ان الخليط بتاعي يبقى فلافي كده، مقرمش بس في نفس الوقت هش، مش ناشف. هضيف كمان كيس من الفيجيتار الحار وكيس من الفيجيتار العادي. لو حابين ما تستخدموش فيجيتار حار وتستخدموا عادي، بس براحتكم يعني، دي حاجة ترجع لكم. ممكن كمان نضيف ربع كوباية من البقسماط، وإذا مش حابين البقسماط خلاص. كمان هضيف عليهم معلقتين من الجنزبيل ومعلقة من البابريكا ونص معلقة من الملح، وهقلبهم كويس، وبكده هيكون الخليط الجاف عندي تمام جاهز. نيجي للخليط السائل، هحط على نص كوباية الدقيق حوالي 3 معالق صغيرة من المستردة ونص معلقة من الملح، لان انا كمان حطيت ملح على الفراخ وعلى الخليط الجاف. كمان هحط حوالي نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة بودرة ثوم، نص معلقة بودرة بصل، وهبدأ اضيف لبن واقلب الخليط لحد ما اخد قوام، لا هو خفيف قوي سايل ولا هو سميك قوي زي العجينة، يعني عايزة القوام بتاعه يكون تقريبا زي قوام ما بعمل الخليط بتاع البيض بالظبط. ولو حابين تستخدموا مية بدل اللبن مفيش مشكلة، هو بس الفكرة ان اللبن بيدي طعم احلى شوية للخليط. وكمان هضيف نص ليمون، انا كنت نسيت اضيفها في الاول في الخليط، وهفضل اقلب لحد ما الاقي القوام بتاعي القوام المناسب. هحضر جنبي صينية او سيرفيس كبير، وهحط عليه كيس تلاجة هفتحه، بحيث ان القطع الباني اللي انا هحطها هرصها على الصينية وهدخلها الفريزر تتجمد، لما اجي اشيلها بقى واعبيها في الحاجات اللي انا هفرزها فيها ما فيش اي قطعة تلزق في التانية ولا تلزق في الصينية. كمان احافظ على الصينية بتاعتي ان هي ما يجيش عليها الفراخ النية، لان دي صينية بلاستيك زي ما انتم شايفين، فمش بحب ان اي لحوم نية تيجي عليها مباشرة. هفتح كيسين تلاجة تانيين وهخليهم جنبي، عشان بعد ما ارص طبقة كاملة في الصينية من الفراخ البانيه هحط بينها وبين الطبقة اللي فوقيها كيس بلاستيك، عشان خاطر الطبقات ما تلزقش في بعضها والتتبيلة تطلع من الفراخ البانيه. هحط بقى الحاجة قدامي بالترتيب كده اهو، وهخلي ايد عندي هستخدمها للخليط السائل والايد التانية للخليط الجاف، عشان ما بوظش الخليط بتاعي وينزل من السائل جوه الخليط الدقيق ويبوظهولي ويعمل فيه تكتلات كتير. هرش شوية من خليط الدقيق والبقسماط على الصينية، عشان لما احط طبقات الفراخ عليها اتأكد ان مفيش اي تتبيلة هتطلع منها في الكيس بتاعي. هبدأ انزل قطع الفراخ واحدة واحدة في الخليط السائل، وبعد كده احطه في خليط الدقيق والبقسماط والفيجيتار، واضغط عليه كويس عشان اتأكد ان الخليط يعني مسك على قطعة الفراخ كويس قوي. زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان انا اخبط عليها او اطبطب عليها كده اهو، بحيث اني اتأكد بس ان ايه الخليط لزق فيها كويس قبل ما احطها في الصينية بتاعتي، وهبدأ ارصهم واحدة ورا التانية لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. زي ما انتم شايفين لما بخلص طبقة كده كاملة من القطع برصهم جنب بعض، وبحاول مفيش اي قطعة تيجي فوق التانية، عشان ده هيخليهم لما يدخلوا الفريزر يلزقوا في بعض، وبالتالي التتبيلة هتطلع منهم وهتفك. زي ما انتم شايفين حطيت طبقة تانية من الكيس البلاستيك وهكمل الكمية بتاعتي. في حالة ان اي خلطة من الخلطات بتاعتي دي بتخلص برجع بعمل كمية تاني، بحيث ان انا ما بحبش اعملها بالزيادة وارميها، يعني اعمل وتخلص وازود عليها احسن ما اعمل كتير جدا ويطلعوا فوق اللي انا محتاجاه وارميها. بعد ما بخلص الكمية كلها بغطيها بالشكل ده وبشيلها في الفريزر لحد ما تتجمد، وبعد كده ببدأ ان انا ارصها في الاكياس بتاعة التفريز بتاعتي او في العلب حسب ما انتوا حابين. بكده خلصنا وصفة البانيه، يلا بقى نشوف الفراخ التكة. هحتاج لكيلو من الفراخ،
علبة زبادي، وهحط عليها مية بصل، حوالي بصلاية كبيرة، مش هحتاج كمية كبيرة يعني من مية البصل، هتديني بس طعم حلو في الشوي. هحتاج معلقتين كبار من المستردة، ومعلقتين كبار من معجون الطماطم مخلوطين بعصير طماطم. هحتاج معلقة ونص من الملح، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، وهحتاج رشة من الكزبرة، ورشة شطة، ومعلقتين من البابريكا، ومعلقة صغيرة من السماق، ونص معلقة من بهارات تكة، لو مش متوفرة استخدم توابل فراخ، ونص معلقة من بهار البصل البودر، ونص معلقة ثوم باودر، ونص معلقة فلفل اسود. هحطهم كلهم على الخليط بتاعي واقلبه. بعد ما الخليط عندي امتزج، هجيب كيس من الاكياس اللي هي زيتية الغلق او اللي هي زبد باج، وهبدأ ان انا اقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، نصها على بره عشان وانا بحط الفراخ والخليط الكيس من بره ما يتوسخش معايا، واعرف ان انا احطه يكون نضيف في الفريزر. هبدأ احط جزء من الخليط عندي جوه الكيس، وبالتبادل هحط قطع من الفراخ، يعني جزء خليط توابل التتبيلة وجزء الفراخ. هفضل اعمل كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. بعد ما بخلصها ببدأ ان انا اغلف كده او اقلب الفراخ كويس في التتبيلة. الفراخ هنا انا مستخدماها قطع فراخ مكعبات، وده عشان خاطر الوصفة بتاعتي دي، اما هحط الفراخ لو انا عايزة اعملها تكة مشوية هحطها على اسياخ الشيش طاووق وهشويها، او لو انا حابة اعمل وصفة الفراخ الهندي التشيكن باتر يبقى هستخدمها في الووك او في الطاسة كده هشوحها على طول، وهنشوف طريقتها مع بعض، هنعملها في فيديو منفصل ان شاء الله. بعد ما خلاص انا اتأكدت كده ان الفراخ كلها اتشربت من التتبيلة كويس، هبدأ ان انا اخرج منها الهواء واحدة واحدة من غير ما اطلع التتبيلة بره الكيس، وهقفل الكيس كويس، وهكتب طبعا برضو عليها اسم الوصفة بتاعتي او اسم التتبيلة بتاعتي عشان خاطر اعرف اطلعها من الفريزر زي بقية الوصفات. وبكده خلصت الصنف ده كمان، وزمان الفراخ بتاعتي بتاعت الدونر خلاص شربت التتبيلة كويس جدا. هجيبها من التلاجة بعد ما ادخل دي في الفريزر، وابدأ اشتغل اعمل الرول بتاعي. عشان اعمل الرول بتاعي هحتاج كلينج فيلم او اللي هو البلاستيك راب، لو ما عنديش ممكن استخدم ورق الزبدة، بس انا بحب ده اكتر عشان خاطر هعرف اتحكم فيه من غير ما يتقطع مني زي ورق الزبدة، لانه ستريتش وممكن يمط معايا. هبدأ أفرده كده على الرخامة، بس أحاول إن أنا أعمل العرض بتاعه يكون كويس، يعني يكون عريض، بحيث إن أنا لما أجي أحط الفراخ وألفها الرول يكفي معايا والتتبيلة ما تطلعش من أي ناحية فيهم. هسيب مسافة تلت بس، أو يعني جزء كده صغير من الناحية اليمين، وكمان هسيب جزء من تحت زي ما انتوا شايفين يكون كافي، بحيث ان انا لما اجي الف الرول التتبيلة ما تطلعش منه، والناحية اللي انا هلف عليها تكون لازم تكون اعرض من ناحية البداية، يعني ناحية البداية دوب يكون جزء على قد ما انا هلف الفراخ، يعني على قد حجم رول الفراخ، والجزء الاكبر يكون من الناحية التانية اللي انا هلف عليها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هرص قطع الفراخ بشكل طولي كده زي ما انتوا شايفين عشان اعرف بعد كده ان انا الفها رول لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. زي ما انتوا شايفين انا سبت مسافة من فوق ومن تحت كافية، وهبدأ بقى ان انا الفه بالشكل ده بالراحة كده اهو. هاخد الجزء الصغير على الفراخ واعملها زي رول كده اسطواني، وبعد كده هبدأ ان انا الفها واحدة واحدة، وعلى قد ما اقدر اخرج الهواء ما يكونش فيه فراغات بين الفراخ على قد ما اقدر. يعني خدوا وقتكم في الخطوة دي واعملوها على مهلكم عشان خاطر تتعمل معاكم مظبوطة من اول مرة. واحدة واحدة كده كل ما بلف لفة بحاول ان انا اقفلها على قد ما اقدر من تحت ومن فوق، وانا بخرج الهواء، يعني اخرج الهواء والف كده شوية. بعد ما بلفه كله بحاول بقى اقفله من فوق وتحت كويس جدا، وابدأ الفوهم كده ابرمهم، واخلي الشكل بتاعه يكون اسطواني اكتر ومظبوط اكتر، وكل ناحية هبرمها كويس هبدأ ان انا اقفلها اعمل لها زي عقدة كده عشان ما تفكش مني تاني لما اشيلها في الفريزر.
افضل اظبط فيه كده والفه لحد ما يكون شكله مظبوط معايا بالمنظر ده. ولو حسيت ان في طول فيها برضو بروح عامله لها عقدة تانية. وبعد ما اخلصه بالشكل ده هبدأ ان انا احطه على سيرفيس عشان خاطر هدخله الفريزر ويتفرز بالشكل مستوي، ما يكونش معوج عشان ياخد الشكل بتاعه هو متجمد. وبكده نكون عملنا 6 وصفات او 6 تتبيلات مختلفة من الفراخ، فهيت الفراخ المكسيكي والفراخ الاسيوي عملناهم من نفس تقطيع الفراخ، عملنا كمان فراخ بانيه وقسمناهم حسب استخدامنا، عملنا دونر الفراخ التركي وفراخ تكة اللي ممكن نستخدمها في وصفتين مختلفين سواء فراخ مشوية او تشيكن باتر، وكمان عملنا تتبيلة الفراخ البروست. في نهاية الفيديو النهاردة اتمنى يكون الوصفات عجبتكم والفيديو كان مفيد ليكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو واعملوا اشتراك للقناة لو لسه ما عملتوش، وفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم. استنى تكتبولي الاقتراحات بتاعتكم في الكومنتس واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.